أكاديا من الـ SUV الجديد نسبياً باعتبار أنه إطلاقه بالأسواق من قبل GMC تم سنة 2006 كطراز لعام 2007، علماً أنه تشارك الهيكل مع شيفرولي ترافرس ومع بيويك إنكلاف بالسابق ومع كاديلاك XT5 حالياً. وال4x4 الناجح ويلي تقدم بفئة دينالي الفخمة كمان صار بجيله الثاني الجديد كلياً اعتباراً من سنة 2016 كطراز لعام 2017. وفينا نقول إنه GMC أكاديا 2017 ما بيتشارك مع الجيل السابق غير الاسم. التغيير الأساسي الأول تمثل بتحول أكاديا من SUV من الحجم الكبير لكروس أوفر من الحجم المتوسط، ومن طول بيبلغ 5 أمتار و10 سنتيمترات صار الطول الإجمالي لأكاديا 2017 أقل ب 20 سنتيمتر وتحديداً 5 أمتار و90 سنتيمتر. وتصغير القياسات الإجمالي طال العرض والارتفاع كمان، حتى أنه طول الويل بيز تراجع من 3020 مليمتر ل 2857 مليمتر، يعني أقل بحوالي 16 سنتيمتر. وترافقت هالتغييرات الأساسية مع عملية دايت فعالة لجهة التخلص من الوزن الزايد، إذا فينا نقول، مع خسارة أكاديا بجيله الثاني أكثر من 300 كيلوغرام. بالنسبة للتصميم، التغييرات واضحة على مستوى الواجهة الأمامية والإضاءة والخطوط الجانبية يلي صارت متموجة أكثر، وخاصة النوافذ يلي صارت أصغر بالحجم. ومن الجهة الخلفية التعديلات واضحة كمان، مع بروز الاستخدام المكثف للكروم من مختلف الجهات. وبشكل عام فينا نقول إنه خطوط أكاديا الجديدة صارت أقرب للكروس أوفرز من الـSUVs، مع تعزيز الطابع العصري كمان. وداخل المقصورة، وبعد ما كان أكاديا بجيله الأول مزود بثلاث صفوف من المقاعد بتساعد 8 ركاب طوال، بقي بجيله الثاني مزود بثلاث صفوف من المقاعد، ولكن تراجعت ساعة الكابن لسبع ركاب مع مساحات أقل لألون، خاصة بأقصى الجهة الخلفية نتيجة تقصير القاعدة والطول العام مثل ما سبق وقلنا. ومن بين الخيارات الممكنة مقاعد وسطية مستقلة بتخفض عدد الركاب لستة، ولكن بتزيد الرحابة وشعور الانشراح. من جهة تانية صار العزل الصوتي داخل المقصورة أكثر فعالية من السابق بالتزامن مع رفع مستوى الفخامة العامة. وبهالإطار إشارة إنه الجلد والخشب والكروم هن من المواد يلي ما بتفارق أكاديا، مع إمكان اختيار مقاعد مزودة بنظام تهوئة وأنظمة تحكم كهربائي بكتير من المكونات. الداشبورد عصرية ومترفة ومقسمة لأجزاء شبه منفصلة لتسهيل الاستخدام، علماً أنه المستهلكين يلي سبق وساقوا وحدة من سيارات GMC الحديثة ما رح يلاقوا صعوبة بالتعامل مع أزرار التحكم. وستيرينج ويل بيتمتع بتصميم جذاب وبمسكات متينة بتساعد على تعزيز التحكم وبيوفر الوضوح المطلوب لقراءة العدادات الدائرية الكبيرة. وإضافة للنافيجيتر ولشاشة العرض المتطورة بأعلى الكونسول الوسطي، تم توزيع عدد كبير من منافذ USB على مختلف أنحاء المقصورة. ومن ضمن التغييرات الأساسية كمان مع أكاديا بجيله الثاني أنه صار يتوفر بمحرك صغير مع طابع اقتصادي واضح. وببعض الأسواق المحرك القياسي بيولد 193 حصان، بيتكون من 4 أسطوانات بسعة 2.5 لترات بس، وهالشي بيمثل تطور نوعي بالنسبة للمستهلكين يلي بفضلوا يوفروا بسعر الشراء وبكلفة التشغيل، ولو على حساب بعض التراجع على مستوى القوة الحصانية والأداء. ولكن أغلبية طرازات أكاديا الجديدة لسنة 2017 رح تتوفر بمحرك V6 بسعة 3.6 لترات، بيستفيد من تكنولوجيا متطورة رفعت طاقته القصوى ل 310 أحصنة. وفضلت GMC الاحتفاظ بترانسميشن أوتوماتيكية من 6 نسب أمامية، بالرغم من أنه بعض منافسينا قدموا جير بوكس من 8 وحتى من 9 نسب. ولكن الترانسميشن المتوفرة بأكاديا 2017 تتمتع بفعالية عالية،
وبتجاوب سريع، وهي مدروسة للمساعدة بخفض معدل استهلاك البنزين. وتم تطوير فعالية نظام الدفع بالإطارات الأربعة لجهة تحسن سرعة وفعالية توزيع العزم بين الإطارات، مع بروز نظام All Terrain Drive Train يلي بيأمن تأقلم الدفع والحركة والأداء مع طبيعة الطريق بغض النظر عن نوعية المسار. من جهة تانية، وبالنسبة لقدرات السحب والجر، فهي تراجعت من 2340 كيلوغرام مع الجيل الأول ل 1800 كيلوغرام مع الجيل الثاني. ومن ضمن المواصفات الناجحة يلي حافظ عليها الجيل الثاني من أكاديا وحسنها كمان، مستوى السلامة والأمان المرتفع المتوفر للسائق وللركاب، وإضافة لتجهيزات السلامة التقليدية من هيكل متين لأحزمة أمان ومساند راس وإيرباكس، بتوفر أكاديا 2017 بتجهيزات إلكترونية كتير متطورة مثل نظام التحذير من خطر وقوع حادث اصطدام أمامي مع تشغيل تلقائي للمكابح بالحالات الطارئة، ونظام الحفاظ على خط المسار، ونظام كشف السيارات القريبة بشكل خطر من جوانب أكاديا، وغيرها من الأنظمة المتطورة. وفينا نقول إنه جي أم سي أكاديا صار بجيله الثاني الجديد أصغر وأخف وأنعم، وانتقل من SUV كبير لكروس أوفر متوسط مع كل الحسنات على مستوى سلاسة وسهولة القيادة، وكمان على مستوى انخفاض استهلاك البنزين والكلفة العامة، وهالشي من دون ما يخسر كتير من عملانيته السابقة ولا من قدراته المهمة على الطرقات الوعرة. وأكيد أنه مع أكاديا 2017 عم بتحاول جي أم سي تجذب المزيد من الزباين يلي عم بيميلوا أكتر وأكتر لسيارات CUV بدلاً من الأسيوفيز التقليدية، مع تعزيز إمكانية الاستفادة من معادلة النوعية السعر بشكل أفضل. أنا موجودة بأمريكا مع جي أم سي أكاديا 2017، بدنا نجرب هالسيارة بروت تريب من أريزونا ثرو جراند كانيون، رح نعمل ستوب بهوفر دام ومننهيها بلاس فيغاس. أول شغلة فيه أقول عن السيارة إنه نعمة كتير على الطريق. الشيء كتير منيح إنه السيارة بتسيع 7 أشخاص up to 7 people، والمقعدين اللي ورا فيهم يكونوا 2 options، يا مقعدين منفصلين أو مقعد واحد اللي هو بنش ليساعد 3 أشخاص. سواقة هالسيارة كتير مريحة، is a very good choice. بناءً على طلب كتير من الكاستومرز، جي أم سي قرروا يعملوا هالسيارة أصغر من العادة. I'm gonna enjoy driving all the way to Vegas. عجبك هالفيديو؟ اعمل له لايك وشير مباشرة، وإذا حابب تتابع كافة إنتاجات موتور شو اشترك على القناة هلأ، اضغط على سبسكرايب.